شاركت وزارة العمل العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كافة المجالات والقطاعات من أجل تقديم خدمات مميزة وميسرة للمواطنين. من هنا جاءت أهمية مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لعرض المشروعات التكنولوجية التي قامت بها الوزارة في الفترة الماضية، حرصا منها على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها. أغلب المشروعات التي تعرضها وزارة العدل اليوم من خلال هذا المعرض الهام هي تطبيقات قائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي. فإذا قلنا أن محاضر الجلسات الإلكترونية التي تنتج من خلال منظومة تحويل الصوت إلى نص هي منظومة قائمة على معالجة اللهجات، لهجات إخواتنا وأبنائنا في الصعيد، لهجات أبنائنا وإخواتنا في سيناء في المطروح، تعالج في أهلنا في الريف. المعرض يعد أكبر حدث تكنولوجي يعقد سنويا في القاهرة بمشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية لإظهار أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال بجانب بعض المؤتمرات وورش العمل. نظم المعلومات الجغرافية النهاردة ما بقتش مجرد هدف، ولكن هي بقت أداة بتخدم كل حاجة. إزاي أن أنت المعلومة اللي عندك لما تربطها بالمكان تخدم بيها معلومة، تخدم قطاع الكهرباء، تخدم بيها قطاع المية، تخدم بيها قطاع الخدمات الحكومية، تخدم بيها قطاع الأمن والحماية. الهدف الأساسي من المشاركة في المعرض هو أن احنا نعرف الناس إيه المنتجات الجديدة، إيه الاتجاهات التكنولوجي في الفترة الحالية، وإيه المنتجات اللي بتواكب الاتجاهات الحديثة في قصة إدارة نظم المعلومات أو في إدارة تقديم خدمات التكنولوجيا المعلومات للمستخدمين. المعرض يعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة من 19 من نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه بمشاركة 5 وزارات